بلدية برج الكيفان لطالما كانت ولادة للأبطال، ومنحت الرياضة الجزائرية عدة رياضيين شرفوها في المحافل الدولية. مدارسنا الرياضية متعددة صنعت أسماء ثقيلة، من بين هذه الرياضات رياضة الجودو أو ما يعرف بالطريقة اللينة. نادي جيسيبيكا أي الشباب الرياضي لبرج الكيفان للجودو. هذا النادي المدرسة الذي أنجب العديد من الأبطال الذين تدرجوا في صفوف هذا النادي، على غرار ساني مسواكري، بن عمادي، كوثر ولال. الهوغار تي في اقتربت من هذا النادي وجمعت جميع الرياضيين الذين تدرجوا فيه وحصلوا على ألقاب عديدة منذ الستينات إلى يومنا هذا. ناسي ما تعرف السيد زيبوش خليفة هو بطل إفريقيا عدة مرات. يعطيك الصحة بارك الله فيك يا شيخة. على كل حال زيبوش خليفة معروف دوليا ماشي قال الأخر، 25 سنة في ليكيب ناسيونال مام طولك تشوفين حياتنا كامل ضيعناها في هذه الصالة. هذه الصالة هي اللي ربتنا، هي اللي طلعتنا، وهذه الصالة هي اللي خرجتنا دي شامبيون دافريك، وكاين بزاف دي شامبيون دافريك منهم الصالة هذه. بحال هذه الصالة تاع برج الكيفان هذه سي لي ميور صال عندنا، هذه هي خرجت أعوان، كاين بزاف دي زاتليت اللي خرجت منا دي شامبيون دافريك، دي شامبيون بانارام، دي شامبيون دانجيري بليزير فوار، كل حاجة هذه هي. سيد زيبوش وشنو هو السر وراء النجاح هذا للنادي هذا اللي يخرج العديد من ابطال افريقيا وابطال العالم؟ السر تاعو باسكو مع المدرب تاعنا سعود عمر، هو اللي كان مهتم بنا، مهتم ماشي قال تاع واحد المدرب اللي يخليك هكذا، باسكو هو كان مهتم بنا وكان صح خدينا من عنده الضرب، خدينا كل حاجه بصح نجحنا ماشي قال ما نجحناش، نجحنا بزاف مع سعود عمر هذا. اليوم عودة لهذه القاعة اللي تدرج فيها السيد زيبوش خليفة، يعني واش يمثل لك هذا؟ يعني تتفكر الأيامات اللي كنت أنت فيهم صغير هنا تدرب الأيام الأولى تاعك؟ بيان سور، دوك كي دخلت للصالة هذه شغل تلفت لي على بالك، شغل تلفت لي صافي عندي واحد 20 سنة ما دخلتش لهنا، ما نكذبش عليك، عندي واحد 20 وما دخلتش لهنا لهذه الصالة، وزيد شفت وليدي قدامي، وليدي هنا وقدامي معايا هنايا. تاك هو بطل افريقي جابها في المغرب جينيور وكل حاجه، تاك فرحت له ماشي ما فرحتلوش ما كذبش عليك، وفرحت كي شفتو معايا هنا داخل الصاله، فرحت على كل حال. والصاله هذه كي دخلت لهنا وشفت هكذا الشبان والانات والداري، شغل تفكرت الصغر تاعي، تفكرت عاود وليت ليه. السيد زيبوش خليفه امكانيات صغيره وامكانيات بسيطه كما رانا نشوفوا، خلات يعني دائما هذا النادي يمنح الجزائر ألقاب عالمية وإفريقية. بالتأكيد بيان سور فيها ألقاب عالمية ودولية وكل حاجة، باسكو علاش عندنا سينمية ويكيب هنايا، باسكو علاش لونطينو تاعنا ما يحبش، هو بداته ما يحبش كي يطلع لاطلات لي ويخسر ما يحبوش، هذا اللي خسر لا فيريتي، يكرهو أنا شبعت من عنده، أنا كل حاجة واش كان يدير فيا كان يدير فيا حالة. كلمة أخيرة للشباب هذا اللي هما مستقبل هذا النادي ومستقبل الجزائر واللي من بينهم وليد. كلمة أختي تعرف واش نقول لهم؟ نقول لهم ديروا اليد في اليد، ولازم لا ديسيبلين، هي الصح كامل لا ديسيبلين، حنا كنا بكريسي لا ديسيبلين، كانوا معنا لي زونسيان وكل حاجة، مي لا ديسيبلين وكل حاجة هي الصح. سعود عمر أونترينور في برج كيفان من وقت لي زاني 69-70. Entraîneur fait le petit club là que tu peux faire. C'est une petite salle, salle très rare, mais alhamdoulilah, j'ai fait bzaf des grands champions, des champions kbar, hommes marocains à la kulli hal. J'ai même les deux premières médailles, que ce soit en Fulbnat ou la Fouloulad, j'ai eu un bon kiffan.
لا ميداي تاع البنات داتها سليمه سوكي اون جونيور في الارجنتين دات ميداي دو برونز وفي الرجال لا ميداي دارجون ذهب بن عمادي عبد الرحمن في 2005 شامبيونا دي موند في مصر دونك في الجيري لي دو بروميير ميداي اللي داتهم الجيري من وقت فرنسا حتى الاخر الوقت هذاك لي دو بروميير ميداي خرجوا من الكلوب هذا تاع بوشكيفان. سيد سعود تفضلت وقلت لنا من الستينات وانت مع هذا الفريق، شنو هذه العلاقه القويه اللي خلاتك ترتبط بهذا الفريق وتواصل معاه حتى اليوم؟ استاذ بون انا نحب الجودو من بكري ملي كنت صغير كنت ندير جودو ومن بعد هذا الكلوب ما كانش باين كامل كنا نسمعوا غير بلي كلوب كيما تاع البيار كيما هذوك لي كون كلوب وانا حبيت باش ندير يعني كلوب كبير حبيت باش الكلوب هذا يولي كبير والحمد لله بالخدمه وكامل لحقنا وين دوكا عندنا اسم ما بارمي لي كون كلوب. هل كان فيه دعم لهذا الفريق باش كون هاد الرياضيين ووصلوا حتى تحصلوا على القاب دوليه؟ الدعم والله ما كاش حاجه كبيره في الدعم يعني الحق ما فيهاش حاجه كبيره سيرتو نحكي لك على بكري كان عندنا كنا قادرين بلي موايان اللي كانوا كامل كانوا لي تيران فارغين كان كل شيء كنا نجروا مع البلديات وكامل باش البلديه تاعنا باش ديرنا دي غروند سال ديرنا حاجه بور لو سبور مي ما داروا والو كوم توجور لي زاب مي دوكا تيك اكتيلمون ميم كان البلديه تحب تعاوننا ما تقدرش باسكو ما كاش دوكا لي مويان ما كاين ني لو تيران ني والو دوكا تيك ميم كان يحبوا يعاونونا على كل حال هما هم يسيو يعاونونا بلي مويان اللي كاين مي كون البلديه اللي جازوا ديجا لي مونبر اللي جازوا قبل وكامل كانوا قادرين باش يديروا لنا اون كون سال دو جودو سورتو كو في بوتشكيفان بكري معروفه بوتشكيفان بالجودو والبوكس هذه بوتشكيفان معروفه من بكري بهذو لي ديسيبلين اي مالوزمون ما تبعوش لي جون ما تبعوش دونك قعدنا في لابتيت سال هذه مي نونباش كو الحمد لله مازلنا نديروا دي ريزولتا مازال عندنا دي شامبيون وراك تشوف عندنا les anciens champions هذوك اللي حبسوا لا كومبيتيسيون وعندنا واحد اخرين اللي راهم شامبيون داير مام شاركوا مام في لي جو ميديتيرانيا هذه الخطره وكامل سي دي شامبيون دافريك وعندنا مام صغار لي كادي كادات سي دي شامبيون دافريك دونك سا فدي كي توجور لا رولاف دائما كاين لا رولاف وهي شوف واحد اللي يحب يدير سبور سي با اون كيستيون دو موان ما يقعدش يستنى غير لي موان ولا لو كان يحب يخدم مام في حاجه صغيره يقدر يدير دي بون ريزولتا بصح يلزم واحد يحب هذا الشيء لا ما يحبوش ما يقدرش يدير دي بون ريزولتا هذه هي سي كاستيون دو فولوار فهمتي لو كان يحبو مام انا في يوم تشي تصال كيما هذه جو سوي اليز دون ترافاي اون بو توجور فا دي ريزولتا والحمد لله. جي سي بي كاليوم يحقق نتائج وحقق نتائج كبيره ومنح الجزائر عده ميداليات في افريقيا سواء افريقيا ولا على المستوى العالمي. لو توفرت الامكانيات لهذا النادي واش تظن انه قادر يعمل اكثر من هذا من الشيء اللي عمله؟ والله كان يعني عندنا لي مويان يعني كان عندنا دي مويان يعني فريمون لي مويان كامل والله نقدروا نقول لك لي 70% تاع ليكيب ناسيونال يكونوا منا اولاد وبنات لي 70% يكونوا منا. سيدي شوف لما تشوف انه الرياضيين اللي خرجوا من هذا النادي تحصلوا على القاب عالميه ميداليات ذهبيه برونزيه واش يمثل هذا الشيء بالنسبه للاستاذ سعود؟ استاذ سعود انايا واش نقول لك انا نفرح لهم باسكو هادو لي جان هادو داروا فينا الثقه وحنايا باش نوريو لهم باللي الثقه تاعهم لا ما تروحش بلاش اننا نسيو نحكوهم كاين اللي مواليهم جابوهم لنا صغار كامل هو الانسان واش الحاجه اللي عزيزه عليه كامل سي بيان وليده ولا بنته هذا الحاجه العزيزه دونك الا ينو في كونفيونس باش يعطينا وليده ولا بنته باش ندربوه احنا لازم نكون على لاوتور دو سيت كونفيونس لازم نلحقوهم. السلام عليكم معكم سعيدي صابرينا بطلة افريقيا عبر الفرق وفيس شامبيون دافريك 2013-2012 بون انا مع ليكيب دو جي سي بي كا سا في دوبي لونفونس كو جو سوي افيك ليكيب دو جي سي بي كا كو جو سوي فيير داتر افيك او سي اون ايكيب لي نعرفوها كاع بلي ايكول خرجت لي ميور اتليت في جودو
لي ميور اتليت لي راهم كاع في ليكيب ناسيونال كاع خرجوا من جي سي بي كا. اليوم العوده تشوفي يعني الفريق اللي درجتي منه والفريق اللي صنع اليوم اسمك يعني خلاك اليوم تتحصلي على عده القاب يعني في افريقيا، اليوم العوده ديالك واش تعبر لك هنا وشنو الشعور اللي حسيتي به وانت تدخلي اليوم تشوفي التدريبات؟ بون بلا ما ننسى بلي انا كنت دون دي ستاج على لترونجي صافي بيان لونتون كو ما ديش ليكيب تاعي اللي توحشتهم بزاف بزاف بزاف، وانا اليوم كي جيت كي نجي نونطريني فريمون عندي شعور ما نقدرش نحكي عليه، تجيني لونفي باش نخدم مع لونترينور تاعي اللي شجعني بزاف بلا ما ننسى لونترينور تاعي سعود اللي اكوز دو لي كو راني هكذا بطاله اي تو، وبلا ما ننسى تن محمد سعود وعماد كاع لي كيف عز الدين كاع لي شجعوني كاع يتيك باش لحقت لهذا الشيء. مشاريع اليوم مشاريعك يعني طموحاتك وشنو هي؟ طموحاتي بون انا بلان بريباراسيون جو مي بريبار ان شاء الله عندنا دون دي تورنوا قريب ان شاء الله دي وورد كاب دي غران شلام ان شاء الله باش نطلعوا في لي بوين لي جوز اولمبيك، وعندنا بلا نساو شامبيونا دافريك قريب بليزيور تورنوا ما نساوهمش. انا راني بريباري ان شاء الله بوغ افوار دي ميداي ان شاء الله بوركوا با العام الجاي ثاني ندير لو تيتر افريكان ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله دي تيتر مونديال ان شاء الله لي جوز اولمبيك ان ريزولتا لي جوز اولمبيك. جي سي بي كا واش يمثل صابرينا سعيد؟ جي سي بي كا كي سانسيرمون انا كي يقولوا لي جي سي بي كا وما نقدرش نخليها اي باسكو بلا ما نساو بلي سي اون ايكول فياندرا لو جور او الفو كي تي باش نبدل لي ايكيب، انا سانسيرمون ما قدرتش نبدل ايكيب. جي سي بي كان غنيه 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 عن التعبير بزاف بزاف باسكو بزاف منها اللي انا خرجت منها انا اللي تربيت فيها ما نقدرش الحمد لله در دي ريزولتا وفرحت لي زونترينور الحمد لله يا ربي. صابرينا سيدي واش تقدر تقول للجمهور اللي راهو ينتظر منها بطولات اخرى وميداليات اخرى؟ نعم صابرينا سيدي واش تقدر تقول للجمهور الرياضي ديالها اللي ينتظر منها القاب اخرى وميداليات اخرى في القريب العاجل؟ انا نقول للجمهور اللي يشجعني بزاف بزاف اللي يحبني نوعدهم ان شاء الله ندير دي ريزولتا ميو كو لي العوام اللي جازو ان شاء الله نفرحهم ونحقق لهم واش هم حابين. ولا الكوثر مو 78 كيلو لي بار مالاس تاعي بليزيور فوا شامبيون دالجيري بليزيور فوا شامبيون دافريك و في لي جو ميديتيرانيا ميداي دو برونز و لي بارتيسيباسيون في لي تورنوا انترناسيونال. كوثر كنا نشاهدوا فيك يعني دوكا في التحضيرات مع الفريق ديالك، يعني واش يمثل لك الرجوع اليوم للقاعة اللي صنعت كوثر؟ نقدروا نقولوا انها هي اللي صنعت كوثر. واش تحبي نقول لك، انا كي ندخل لهنايا كي ندخل للباب ديجا تولي لي الروح لهاد لاصال باسكو هاد لاصال كبرت فيها بكيت فيها ديجا كي كنت نخرج منايا نخرج ما كاش هذيك نروح نرقد ديريكت تفكرني بزاف عفايس. هذه هي لاصال هذه هي انا كبرت فيها انا خرج شامبيون منها من شامبيون منها هذه هي. مؤخرا كنت تحصلتي على الميداليه البرونزيه في مشاركتك في العاب البحر الابيض المتوسط بمرسين والان انت مقبله على بطوله العالم. العالم بون جو سي اون بريباراسيون دوكا وكاين شامبيون دو موند في بريزيل ان شاء الله الميداي احنا نتمناو الميداي دور. يعني الجمهور اللي يتابع اليوم فيك يتمنى مكوتر بعد الميداليه البرونزيه ميداليه ذهبيه وتشريف في كاس بطوله العالم. الجمهور اليوم اللي راهو يتابع فيك يتمنى من كوثر بعد الميداليه البرونزيه يعني ميداليه ذهبيه في المشاركه العالميه المقبله، واش تقدري تقولي له؟ كما كنت في لي جو ميديتيرانيا البحر الابيض المتوسط في تركيا ما كنت دايره في راسي حنجيب ميداي،
مي بون جبت ميداي الحمد لله. وكيما شامبيون دي موند لازم ما ديريش في راسك باسكو ديري في راسك بلي تشون شامبيون ومنا ودوك نروح نجوز كاع لي تور ومنا ومنا ديجا بسيشيك زي ما دخلي فوق طابي سي بون تخسري هذيك الكومبا الاولانيه سي بون مي جو بونس كي يا اون ميداي دو باذن الله باش يطلع العلام تاع البلاد ان شاء الله كوثر واش تقدري تقولي عن النادي هذا اللي تخرجتي منه كلمه صغيره النادي ديالك اللي تخرجتي كلمه صغيره ان شاء الله يكون لي موايا باسكو جميع واحد خرج منا مثلا انا سليمه سواكري اللي هي معروفه اللي هي كيما نقولوا سي لا رين دو جودو في الجزائر سعيدي كاينه صابرينا سعيدي بينا مادي كاع خرجوا لي شامبيون كاع خرجوا منايا حنا ديجا كنا صغار ما نشوفوش اذا نقدروا صح دوكا خلاص دوكا كاين ديجان كيما كنتي تشوفي كاع دي شامبيون دافريك دي شامبيون دالجيري تشوفي قدامك تحيري كيفاش هذا صح خرج مفورلو ان شاء الله نطلب انايا للنادي ديالي ان شاء الله يعاونهم باش يديروا لي موايا يكون لي موايا ان شاء الله ويخرجوا بلوس كو سا ان شاء الله. مساء الخير. واش راكي لاباس؟ صافا لاباس الحمد لله وانتوما؟ نسني كنا نشوفوا فيك يعني دوكا كنتي توجدي تحضري في نفسك باش تدخلي يعني تنظريني مع صحابك. كنت مبريباري هنا شامبيون دافريك وجاست شامبيون دافريك مليحه وهنا كنت نجي نونطريني كل يوم وصباح وعشيه. كنتي تحصلتي على ميداليه فضيه؟ تحصلت على ميداليه فضيه باسكو كانت عندي لا بليسور هي اللي ما خلاتنيش نقدر نكمل لا كومبيتيسيون تاعي. يعني كنتي مصابه وتحصلتي على ميداليه فضيه. لو نسرين ما كانتش مصابه كانت ربما تتحصل على الذهب. كون ما كنت مصابه كنت نديها تاع برومي بلاص ولا غالب قدر لي ربي كنت مبليسيا وكلاسي دوزيام بلاص خير من والو. نسرين شحال عندك ملي بديتي في الجي سي بي كا النادي؟ بديت هنايا انا تربيت هنا هذه هي الصاله اللي خرجت منها كبرت فيها يعني النهار اللي بديت حياتي جيدو بديت في الصاله. موفرين لكم الامكانيات نسرين يعني قيسنا نقيس روحنا شويه شويه. نسرين واش راهي تستنى من المستقبل؟ انا نستنى ان شاء الله نروح لبعيد ونستنى ندير ميداي دور في لي جوز اولمبيك وفي شامبيون دي موند. تفضلي سليم. علي درجتي منها علي بديتي منها سليمة واش تقدري تقولي لنا ونشوفوا الاستقبال تاع يعني واش نقول لك انا هذه عائلتي الاولى هنا اللي بديت الخطوات الاولى تاعي نورمالمون تسكتوا كي تسمعوا سي تري امبورتون واش راح نقول دونك نقول جو ريبيت برك سكو جو فيان دو دير سي كو هذه هي العائله تاعي الاولى انايا الخطوات الاولى تاعي في الجودو بديتها هنا في هذه القاعه الصغيره المتواضعه بديت في سنه 84 كان في عمري 9 سنين كاين هنا اللي في عمره 9 سنين ما كاين 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 دونك يعني النجاح والفضل يعود لهذه القاعه المتواضعه تصفيقه حاره على الشيخ سعود ماذا بكم لانه من هذه القاعه خرجت يعني ابطال كثيره بلك انا لما جيت كانوا في ابطال لكن بلك انا سي موا كي ان بو ريفولوشيوني لو جودو دو برج كيفن مي افون موا يا في دي شامبيون بنات ودي دي شامبيون بنات اي دي شامبيون ثاني دي غارسون ما نقدرش نسيتيهم كامل على سبيل المثال بينا مادي سعيدي كاهينا سعيدي صابرينا بالقرون بالعيد زيبوش لي موفق لعوج للعزيزي لي ما نقدرش كاين ابطال اللي بينا ما دي قلتهم هما الاولين يعني ابطال كثيره 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 هذا الشيء وشنو راح يخليكم تكون عندكم اراده قويه رغم الامكانيات على اللي نشوفوا فيها القليله بصح واش اللي هم هي الاراده لا فولونتي داكور. سليمه لما رجعتي هنا وشتي يعني هاد هما نقولوا احنا جيل المستقبل الجزائر هادو يعني كاين مريم كانت بطله افريقيا في بوتسوانا يعني هاد الشيء واش يمثل سليمه رغم نقص الامكانيات احنا رانا في القاعه ورانا نشوفوا يعني على كل حال انا شيء يأسفني كثير انه هذه القاعه ما تبدل فيها ولا شيء
من قبل ما نبدا انا وحتى ما بديت انايا، رغم انها يعني خرجت ابطال كثيره، لكن كما راكم تشوفوا حاله القاعه يعني ما يا با لي كونديسيون دو طرافاي باش يعني باش تمد الوجه الحقيقي للجودو تاع برج الكيفان. يعني هاد القاعه راهي تخرج ابطال للجزائر، لكن للاسف الشديد يعني ما نشوفوش يناد امبورطونت من دو لابار دي زوتوريتي لوكال سورتو السلطات المحليه. انا اليوم جو لونس ان ابل نمد رساله ا ترافير فوتر ايميسيون باش تشوف لهاد لا سيكسيون، باش تشوف لهاد لي جودوكا اللي راهم يخرجوا من برج كيفان، لانه برج كيفان الي سبيسياليزي سي ان بول دو ديفلوبمون دو جودوكا. كل منطقه يعني عندها اختصاص، ما برج كيفان معروفه عندها اختصاص تاع ابطال في الجودو، فلازم اليوم سي اوبليغاتوار لوغ دوني لي مويان. منها قاعه، وعلاش واش فيها جوست اون سال يعني وين يقدروا يدربوا هاد الرياضيين ويتقدموا لي بوركوا با ليكيبمون، بوركوا با في كل عام تكريمات. هاد الشيء راح يحفزهم وما يخليهمش يتنقلوا لفرق واحد اخرى، لانه الشيء اللي راهو يخليهم يتنقلوا لفرق واحد اخرى هي لي مويان. نقولها ونعاودها، هي الامكانيات. لما تكون فيه الامكانيات المدرب يقدر يشد لي زاتليت تاعو وما يروحوش، وبالتالي يكون نتائج احسن. هذه هي الرساله اللي نقدر نمدها اليوم. سليمه، لما ندخلوا اليوم القاعه، ندخلوا النادي جي سي بيكا، يعني اول شيء يقابلنا هو صور سليمه. هذا الشيء ماشي مثل سليمه. والله على كل حال انا جو سوي ان بو سي تي فو لا فيغتي دو سيت سال، انا ويعني رياضيين واحد اخرين اللي جازوا من هذه القاعه. وي فوالا ا بو بري هاي سليمه، راني شويه شوفوا سليمه هنا الصور. لكن انا نقعد يعني مثال كيفاش يقولوا ان اكزامبل بوغ سيت جينيراسيون، بيسك ميتنون جي اريتي ما كارير جو سوي اوسي اونترينور، راني ندرب يعني من حين الى اخر. نجي لهنايا صافي لونتو ما جيتش باسكو كنت يعني كان عندي ظروف ماريا ما خلاتنيش لا غالب، لكن من حين الى اخر نطلع للطابي معاهم ونمد لهم كل واش يعني كسبته من تجربه اكسيتيرا. فهذه هي واش نقول لك، هذه القاعه تعني لي الكثير كما يقولوا. جي سي بي كا تيس تيس تيس، هذا كامل كيف جي سي بي كا تيس تيس تيس، جو بريفير سا. يعطيكم الصحه والكوراج. بالرغم من النقص الفادح في الإمكانيات، يواصل النادي في تحقيق النتائج ومنح الجزائر الميداليات في المحافل الدولية. النادي الرياضي للجودو لبرج الكيفان مثال حي عن التكوين الناجح بإمكانيات جد بسيطة، فهل من التفاتة